عليكم. وعليكم السلام. معكم زهر تيدار، استاذ التعليم الثانوي الاعدادي، 27 عام تاع الخدمه، والان محاوله شركه فوريفر 5 شهور و6 أيام بالضبط. الحقيقه هذه لحظه اللي كنت منها طول حياتي في التعليم، عشت نستخس بزاف وحياتي كانت كلها مدقدقه، يعني انني طلقت ثلاث سنين وفريمون فريمون تاديت بزاف، ومع نستخس ومع الطلاق ديالي اللي ما كتسمعوا لعلو، عشت دخلت واحد الاكتئاب، جاتني صدمه كبيره بزاف اللي دخلتني في اكتئاب، وكنت نقول يعني عمري ما غنكون في واحد الحياه اللي هي واقفه دابا حداكم وعايشاها. فرحانه بزاف بزاف، يعني انتم عارفين 10 سنين ديال الزواج ما ساهلاش، وجاني الطلاق يعني فجاه، ودخلت واحد الستريس اللي هو صعيب بزاف. واش هذه ظروف ولا ماشي ظروف؟ يعني كاينين ناس بزاف النساء اللي هما كيحالي وعايشين معايا هاد القضيه ديال الطلاق، راه حاسين بيا بزاف. يعني انا امراه ومطلقه وعندي مدخول، اما الناس اللي هما مساكن النساء اللي ما عندهمش مدخول وعندهم اطفال كيفاش عايشين؟ هذه هي زعما الحاجه اللي تتوشني بزاف. المهم قال لك رب ضاره نافعه، هنا غادخل فوريفر، يعني الضاره هي انني مطلقه ولكن النافعه هي فوريفر. دونك مين دخلت لشركه فوريفر وعن طريق المحتضنه ديالي اختي تريسيا، باش نتفقوا على حتى هي بزاف. على تريسيا، وهي اللي وراتني هاد الطريق اللي تنشقها ديال النجاح. من طبيعه الحال اول مره غنحضر حتى انا كي بحالكم اللي فينو بحال هاد القضيه هكا، يعني اختي كان عندها الحجر في المراره، ومين عرف هاد السيون سكتي الله يجازيه بخير. علي يونس، علي يونس، يعني دخلت لهاد المقاوله واستعملت لو ديتوكس، هاد لو ديتوكس اللي هو يعني دقدق لها الحجر في المراره، ومن طبيعه الحال برات منها. ومهم انا هادشي توشاني بزاف، وحبا وبغيت نمشي معاها لي زيفينمون. لي زيفينمون كانت بحال هاد الشكل هكا، واول حاجه فاش كنت غادي لي زيفينمون استقبلني سيون ستيف بواحد الحفاوه وبكل فرح، وحنا مطلقين تنبغيو اللي يسمع لينا واللي يشعر بينا هادشي هو اللي تنقلبوا عليهم زعما. يا مطلقين كيش مطلقين. التواصل اللي بيناتهم، التعاون. المهم توشيت بزاف بهذه المقاوله بطبيعه الحال، وسيون سكتيب الله يجازيه بخير، راه تنحس براسي انه بحال نقدني من شي بير جبدني، اقسم بالله العلي العظيم. كنت عارف سيون سابقكم انسان اللي هي سجينه الحياه، غير لي حياتي الله يجازيه بخير. انا لحد الان تنقولها وتنعاودها، انا في عمري 53 عام، ولكن ما تنعترفش بها، تنعترف ب5 شهور و6 أيام. انا توليت من جديد مع فوريفر. هذا الانسان هذا يعني سيون سكتي الله يجازيه بخير، عطاني اكثر من وقته، يعني من نهار اللي في حتى لدابا هو عطاني اكثر من وقته في المواكبه ديالو، يعني متبعني خطوه بخطوه، غيرني، يعني خلاني انني تنعيش، يعطاني واحد الدعم نفسي، وعطاني واحد يعني ربي في واحد المناعه نفسيه، هذه المناعه اللي تتحارب لي المعاناه ديالي، ما بقيتش نعاني، وليت فرحانه، تغيرت بزاف، والناس هنا بزاف اللي حاضرين وشاهدين على التغيير الكبير ديالي. وي مدام زهر.
Vamos.